وسهلا بكم. 51 يوما، 51 يوما من القصف، وبنيامين نتنياهو يقول سنخوض الحرب البرية، سنرسل الدبابات. جبان لم يستطيع إرسال دبابة واحدة إلى قطاع غزة، جبان لم يستطيع أن يتحرك كيلو متر واحد داخل قطاع غزة، لأن جبان يعرف أن هناك أسودا تقف وتستعد وتنتظر هذه اللحظة. لم ينزل جندي إسرائيلي واحد من دبابته، كلهم كانوا في الدبابات أو في الطائرات. لم يجرؤوا مطلقا أن يسيروا في قطاع غزة أو في شوارع قطاع غزة. والشعب الفلسطيني صامد يقول أهلا وسهلا. هذا الشعب منعوا عليه، عملوا أسلاك شائكة حتى لا يقاوم الاحتلال. صرع الصواريخ وطور هذه الصواريخ، ووصلت هذه الصواريخ إلى تل أبيب، وصلت إلى حيفا، وصلت إلى القدس، وصلت إلى يافا، وصلت إلى مطار تل أبيب. لأول مرة تصل هذه الصواريخ إلى حيفا وإلى تل أبيب وإلى غلاف القدس وإلى المستوطنات. أصبحوا هم الذين يهربون من الأرض، لا نحن. غلاف غزة، جميع المستوطنين في غلاف غزة كلهم هربوا، ولم يهرب فلسطيني واحد، رغم أن الموت كان على الفلسطينيين والقذائف على الفلسطينيين. استمسمروا في هذه الأرض، لم يغادروا بيوتهم أبدا، قالوا سنستشهد في هذه البيوت. إنهم الجبناء، حقيقة أنهم الجبناء. عندما يقصف ثلاث مدارس لوكالة غوث اللاجئين لجأ إليها الفلسطينيون بعد أن دمروا بيوتهم، هذا هي يعني هذا هو الصمود. العالم كله يكذب، والله يكذب ومتواطئ، مثل ما تحدث الصديق أوكيف. يعني قبل ثلاثة أيام شاهدت بان كيبون أمين عام الأمم المتحدة يقف في مدرسة مدمرة في جباليا، مدمرة تابعة لوكالة الغوث، تابعة للأمم المتحدة، ويقول إنه إحنا سنطارد هؤلاء الذين ارتكبوا الجريمة. من سيطاردهم؟ من الذي سيطاردهم؟ هم الذين يطاردوننا، لا أحد يطاردهم، لا أحد يجرؤ على مطاردتهم.